اهلا بكم اعزائي مشاهدي ومتابعي موقع جريدة اهل مصر. حسب الله مساءكم اينما كنتم. معاكم كلينتون يسري مراسل الموقع في بث يد من داخل محافظة المنيا. النهارده معانا قصة جميلة جدا. الاستاذ جورج ابراهيم حشمت المحامي قرر هو ياخد دبلومة في الفك الاسلامي المقارن. كاول جبت هنا في محافظة المنيا احصل على دبلومة في الفك الاسلامي المقارن. النهارده معانا الاستاذ جورج، عرفنا عن قصته وعن سبب حصوله على دبلومة في الفك الاسلامي المقارن. اهلا بيك. احكي لي في البداية، عرفني بحضرتك. أنا جورج إبراهيم حشمت، محامي لمحافظة المنيا، وحصلت موقع الإسلامي المقارن من جامعة أسيوط. حصلت عنها ليه؟ هو في البداية كانت الدراسة في الشريعة الإسلامية كانت عبارة عن ثقافة وكتعرف على الطرف الآخر. كان لازم يكون عندي معرفة كافية بالشريعة الإسلامية، لأن طبعا إحنا بنستخدم الشريعة الإسلامية في الشغل، فالموضوع بيجي دراسة يعني أكاديمية. احكي لي بقى، فكرت ليه تاخد دبلومه في الفقه الاسلامي المقارن؟ ممكن كنت خدت حاجه تانية، ما في حاجات كتيره. تمام، كمل. ليه حصلت في الفقه الاسلامي بالذات؟ في حاجات كتيره ممكن ندرسها برضه. انا حاصل على دبلومه العلوم الجنائيه وماجستير في القانون العام. فكان يعني لازم يكون عندي معرفه كافيه بالشريعه الاسلاميه، فانا قررت ان انا ازود معرفتي وان انا ادرس فقه اسلامي. مفيد، وده طبعا من ناحية في الشعب، يعني المسلمين يعرف عن المسيحيين والمسيحيين يعرف عن المسلمين كده. استمرت جديه الدبلومه؟ الدبلومه مدة سنة. وجدت صعوبات فيها؟ تمام، كمل كمل. هي اي دراسة يعني بيبقى فيها صعوبات، لكن الصعوبات الحمد لله اللي كانت انا فيها يعني صعوبات الدراسة، يعني انت لازم يعني يكون عندك حصيلة كافية عشان الامتحانات بتاعتك تقدر تجتازها يعني. لما رحت تقدم كأول جوبت يروح يقدم على دراسة دبلومة الفك الإسلام المقارن، رد فعل الدكاترة في الكلية؟ هو كان في ترحيب طبعا من شؤون الطلاب للدكاترة، كان كله يعني حاجة يعني أول مرة تحصل، وفي نفس الوقت إن هي حاجة مميزة. يعني مفيش حد استغرب قال لك ليه جاي تدرس الفك الإسلامي؟ هو لو كان في استغراب، استغراب إن هتكون المادة العلمية صعبة بالنسبة لي. هو ده كان يعني وجه الاستغراب اللي كان في الموضوع. يعني قال لك ممكن تواجه صعوبات فيها. تواجه صعوبات، لان طبعا في شباب كتير بتتكلم مثلا بتبقى بتدرس الليسانس بتبقى مستصعبه الكليه، لكن بالعكس يعني هو لكل مجتهد نصيب يعني الحمد لله.